احنا كتير مأخرين، الخسارة كتير كبيرة صارت، بيلزمنا كتير وقت لحتى نقدر إذا بدنا نرمم اللي نحن تسببنا بتلفه. تقريباً فينا نقول إنه 80% من ثروتنا البحرية تقريباً تناقصت أعدادها بسبب كتير أمور، منها أبرزها وجود البلاستيك بالبحر. بلاستيك بتفكرها فريسة مما يسبب لجروح داخلية بالسمك وتباطؤ حركتها وبالتالي لموتها. عدا عن الصرف الصحي، نحن المجارين عنا للأسف بتزت بقلب البحر. عدا عن إنه الجزيئيات الموجودة بهذا الصرف الصحي والمواد الصلبة للأسف بتعكر المي وبتغذي الطحالب. في عنا للأسف مجرور الليطاني واللي هو بغذي بحيرة الأرعون اللي مش من زمان نفق فيها حوالي 40 طن من الأسماك، للأسف فاشت كلها. في بعض الأسماك هي تعيش على المجارير، يعني في شغلة إنه الصرف الصحي قد لا يقتل السمكة مباشرة، إنما هو قد ينتقل من السمك كمان للبشر إذا ما تم طهوة بشكل جيد. يعني هلأ اللي عم بيأكل ني ما بعرف شو عم بيأكل حقيقة. بحرنا هلأ في سمكة هي غازية مسيطرة على باقي أنواع السمك اللي هي سمك النفيخة، واللي تقريباً إلى 10-12 سنة بس هلأ عم بتزيد. السبب الأساسي لقالها هي إجت من المحيط الهندي عبر قناة السويس وقعدت عنا، بس اللي خلاها تقعد وتستقر هو عدم وجود أي سمكة قادرة تفترسها. مثلاً اللقص والبصاص اللي هن اثنيناتهم كانوا قادرين يأكلوا هذه السمكة لو كانوا موجودين، فعدم وجودهم عم بيؤدي إلى تكاثر هذه السمكة، مع الإشارة إنه هذه السمكة سامة جداً. هذه المادة المحظورة عالمياً عم تستخدم كمان بصيد السمك. معجونة اللي بيصطادوا فيها السمك عم بيحطوه فيها زرنيخ أو حتى لنت، هالسمكة بتاكلها. طبعاً هذا التلوث عم ينتقل، هذا السموم تنتقل كمان إلى الإنسان، وهذه يعني هذه أحقر طريقة لقتل الحيوان. إذا بدي انتقل بموضوع اللنت تحديداً للحيوانات الشاردة، اللنت اللي عم بتوزع بالشوارع وهلأ حالياً نحن بالشتاء، هذا اللنت ينتشر عبر المياه. يعني نحن ما بعرف شو عم يختلط مع الكوليرا، عم يختلط لنات، عم يختلط اللنات، ما بعرف شو عم تشرب هذه الحيوانات بالشوارع. لازم كمان نعرف انه نحن تسببنا بضرر مباشر على الحيوانات العايشه معنا في هذه الارض. اذا بدنا نحكي عن وضعنا حاليا، يمكن نحن باسوأ مرحله عم نعيشها. ما بعرف كيف ممكن تدارك الامر، وهي دوره عم تبرم علينا كلنا، وبالاخر المتضرر الاول والاكثر تضررا هو الانسان. Go for it.